الزومبي هو شخص ميت يعود للحياة بشكل غير طبيعي، ويتميز بالتحول إلى كائن طائش ومفتقر للوعي والعقل. وعلى الرغم من أن مفهوم الزومبي شائع في الأساطير والأفلام والألعاب، إلا أن هناك بعض المعلومات الغريبة حوله. إليك بعضها. الأصل الثقافي: تعود أصول مفهوم الزومبي إلى الثقافة الأفريقية والكاريبية، حيث يعتقد أن الزومبي هو شخص ميت يتم استدعاؤه والسيطرة عليه من قبل السحرة أو الشمال. الزومبي الحقيقي: في العام 1938 انتشرت قصة عن ظاهرة غامضة في هايتي تدعي تحويل الأشخاص إلى زومبي حقيقيين. تبين فيما بعد أن هناك تفسيراً علمياً لهذه الظاهرة، حيث يتم استخدام مواد كيميائية لتخفيض نشاط الدماغ وتجعل الشخص يبدو كميت. الزومبي النباتي: في عالم النباتات يشير مصطلح الزومبي النباتي إلى نباتات تتأثر بفطر يدعى الفطر الزومبي، ويسيطر على نظامها العصبي، مما يجعلها تظهر سلوكاً غير طبيعياً وتبدو كأنها مصابة بالزومبي. العقل الزومبي: يعتقد أن هناك حالة تسمى العقل الزومبي في علم النفس، حيث يكون الشخص قادراً على القيام بالأعمال اليومية بشكل تلقائي دون وعي أو تحكم واعي. الزومبي الفطري: هناك فطر يعرف باسم فطر الزومبي القاتل، يصيب الحشرات ويسيطر على أعصابها، مما يجعلها تتصرف بشكل غريب وتتحكم فيها الفطور بشكل كامل، وفي بعض الحالات يؤدي إلى موتها. الزومبي الروبوت: في عالم التكنولوجيا يشير مصطلح الزومبي الروبوت إلى جهاز كمبيوتر أو جهاز متصل بالإنترنت الذي تم اختراقه واستخدامه بدون علم صاحبه لتنفيذ أفعال غير قانونية أو ضارة. الزومبي النائم: ظاهرة معروفة باسم الزومبي النائم، وتحدث في بعض الثقافات الأفريقية وتعتبر نوعاً مختلفاً من الزومبي. وفي هذه الظاهرة يعتقد الناس أن الزومبي النائم هو شخص عادي في المجتمع الذي لديه روحه محتجزة ويتم استخدامها من قبل السحرة أو الشمال، ويقال أن الزومبي النائم يعيش حياة طبيعية بشكل عادي ولكن بدون وعي أو إرادة خاصة. يتبع تعليمات ساحره ويؤدي المهام التي يطلبها منه دون تفكير أو تحكم. يعتقد الناس أن الزومبي النائم قد يكون موجوداً في المجتمع، وقد يكون جاراً أو صديقاً أو حتى أحد أفراد الأسرة، ولكنهم لا يعرفون حقيقة وجود الزومبي النائم في وسطهم. تعتبر هذه الظاهرة جزءاً من الأساطير والتصديقات الثقافية في بعض المجتمعات، ولا توجد أدلة علمية تثبت وجود الزومبي النائم بشكل حقيقي. إنها مجرد جزء من التصورات والتصديقات الثقافية المتنوعة حول العالم. تابع في الفيديو القادم أساليب علم النفس الأسود والسيطرة علي العقل. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة كي يصلك كل جديد.